هذه المشاريع المرصودة في البرنامج التكميلي للتنمية المرصود لولاية خنشلة، إضافة للبرنامج المسطر في ميزانية 2022 والبرنامج المتبقي للسنوات الماضية. فمثلا في قطاع الأشغال العمومية تقرر إنجاز ازدواج الطريق رقم 32 الذي يربط المحمل بولاد رشاش، دراسة وإنجاز منشأة فنية على الطريق البلدي رقم 7 واد شعبة المالح، إنجاز ودراسة 5 مشاريع للطرق، الطريق الاجتنابي لمدينة خنشلة في الجهة الجنوبية الغربية على 20 كيلومتر، الطريق الاجتنابي لمدينة خنشلة للجهة الغربية الشطر الثاني، الطريق الرابط بين عقلة البعارة وبونقار على مسافة 12 كيلومتر، عصرنة وتعزيز الطريق الولائي رقم 8 الذي يربط ششار وسيار والميتة على مسافة 66 كيلومتر، إعادة تأهيل الطريق الرابط بين الطريق الوطني 83 بشعبة يعلى على مستوى الطريق الولائي رقم 9 على مسافة 35 كيلومتر. في قطاع دراسة ومتابعة وإنجاز 4 وحدات تخزين بسعة إجمالية تقدر ب 180 ألف قنطار. وأخيرا رفع التجميد عن عملية تهيئة 9 مساحات زراعية جديدة بجنوب ولاية خنشلة تقدر ب 18 ألف هكتار. بالنسبة لقطاع الثقافة هناك عدة مشاريع كذلك تخص إنجاز وتجهيز مكتبات بيابوس وكذلك مصارة وإنجاز متحف للسجاد في منطقة ببار. قطاع المجاهدين تهيئة وتوسيع المجمع التاريخي والثقافي لولاية خنشلة وأشغال تهيئة مركز الراحة لحمام الصالحين. قطاع البيئة أشغال توسيع مركز الردم التقني لبغاي، دراسة وإنجاز مركز فرز على مستوى مركز الردم التقني بنفس المنطقة، دراسة وإنجاز مركز للردم التقني بين البلديات في مدينة قيس، القضاء على مكبات النفايات الفوضوية عبر 21 بلدية، دراسة وإنجاز محطة تسميد بين البلديات، اقتناء حاويات نفايات منزلية للفرز الانتقائي. قطاع الشباب والرياضة إنجاز 30 ملعب رياضي جواري وإصلاح وتهيئة كل البنى التحتية للشباب والرياضة على مستوى ولاية خنشلة. قطاع الطاقة توزيع العمومي للغاز الطبيعي على المناطق غير الموصولة بالغاز الطبيعي على مستوى ولاية خنشلة. قطاع التجارة إنجاز وتجهيز سوق للجملة للتفاح على مستوى منطقة بوحمامه.